وصفتنا اليوم فتة الدجاج مع الأرز بطريقة مشهية ومبسطة بنفس الوقت. إذا اليوم رح نحضر فتة الدجاج بالأرز، عندي هون كوبين من الأرز، لازم يكون إما مصري أو إيطالي، تمام؟ يعني ما لازم يكون كبير حب البسمتي، أنا هاد شايفينه أكبر من المصري بشوي صغيرة. إما إذا مصري أو إيطالي، هلأ بغمرهم بالمي، يعني بنقعهم مي عادية وملعقة من الملح وبتركهم، يعني هاي الشغلة بنعملها أول ما بندخل على المطبخ، بنتركهم منقوعين لحتى بدنا نطبخ الأرز. عندي هون تقريبا بيطلعوا كيلو من صدر الدجاج، غسلتهم كتير منيح، بيطلعوا شي 900 غرام. هلأ بضيف لهم مي عادية، ما بضيف لهم مي مغلية، مي عادية تقريبا شي لترين، كمية كافية مشان نطبخ كمان الأرز بمية الدجاج. بتركن على النار لحتى تتشكل الرغوي، ما منضيف البقى العطرية بالأول. أول شي منقش الزفرة أو هاي الرغوي اللي بتطلع على السطح، وبعدين منضيف البقى العطرية. البقى العطرية اللي بتكون هي أثناء سلق الدجاج بالعادة بتضيفه، مثلا بصلة صغيرة، ورق غار، كمان حب هيل. عندي هاد بالعادي بضيف اللومي، بس هاد عندي ليمون أسود ما عندي اللومي، ورنفل وفلفل أسود حب. إذا بضيفهم وهلأ بتركهم شي، هاي البصلة الصغيرة بقطعها شقفتين، وهلأ بغطيهم هيك نص غطا شان ما يفوروا، وبتركهم شي 3/4 ساعة حتى يستوي صدر الدجاج بشكل كتير منيح. هلأ بدنا نحضر الخبز ونحطه بالفرن كمان مشان نحمصه. فينا نقلي بالزيت، منقطعه مكعبات مثل ما نكون شايفين، خبزة ونص، يعني رغيف ونص أو رغيفين. إذا بدكم تعملوا كل الكمية فيكم تحطوا رغيفين مثلاً والعائلة كبيرة. هلأ بصراحة الواحد بده يحكي الصراحة إنه بالقلي أطيب، بس هاد صحي أكتر، يعني لما نحمرهم بالفرن بالقلي أطيب، لأنه هيك أصوله مثل الفتة، فتة الحمص. بس معروفة إنه دائماً الأكلات هي اللي مانا صحية بتكون طيبة أكتر. هلأ رح يستو، بضفلهم نص ملعقة طعام ملح، وضفت هون بودرة ماجي تعطي لون أصفر. وهلأ بهالوقت لبين ما لسه بدهم شي كم دقيقة، 5 دقايق، بحضر الصوص. عندي كوبين من اللبن الرائب أو الزبادي، بضفلهم شي 4 أو 5 ملاعق، تقريبا ربع كوب من الراشي أو الطحينية. منحركهم بالأول كتير منيح قبل ما نضيف أي إضافة تانية، لأن لما نضيف الحامض بيشد وبيصير صعب الخلط. أما لا، من أول شيء بنخلط الطحينية مع اللبن، نضيف ملح تقريبا نص ملعقة صغيرة أو ملعقة صغيرة، توم شي ملعقة صغيرة، يعني شي كم سنة توم فقط. هلأ بعد ما ضفنا هدوك الإضافات منضيف شي 4 ملاعق من عصير الليمون الحامض، كمان مثل ما منحب، يعني منشان ما يطلع حامض كتير. إذا ما بتحبوا كتير حامض ضيفوا 3 ملاعق بالأول، وبعدين ذوقوا هاي البدوة أو الصوص هاد. إذا بتحبوا حموضته أكتر بتضيفوا لسا. هلأ فينا نضيف آخر شي كبجاي، هاي الكبجاي صغيرة مانا كبيرة، ضفتهم تقريبا 2 عهاد الصوص. منحركهم كتير منيح ومتركهم هلأ على جناب لوقت تطبيق الفتة. بدوقها إذا ناقصة ملح أو شي، وبعدين حسيت ضابط يعني الطعمة. هلأ بدنا نطبخ الأرز. بطنجرة حطيت 4 ملاعق من الزيت النباتي وملعقة من السمنة، وفينا نطبخه بس بالزيت النباتي. هلأ الأرز غسلته كتير منيح وحطيته بالمصفاي مثل ما نكون شايفين، وهلأ بدي أقليه بالزيت والسمنة شي دقيقة قبل ما أضيف مية الدجاج. إذا هون بدنا نطبخه بمية الدجاج، بدنا نطبخ الأرز بمية بالمرق تبع الدجاج. بدنا نصفيه أكيد، إذا بقليهم شي دقيقة قبل ما أضيف المي السخنة تبع المرقة الدجاج. من إيسون هلأ إذا كان الأرز مصري كل كوب بكوب، يعني كوب رز بده كوب مي بيكفي. إذا الإيطالي فينا نضيف كوب وربع، يعني تقريبا أنا هلأ حسيتهم أنه نقلال الميات رجعت ضفت شي نص كوب، يعني كوب وربع أو حتى أقل. إذا كوب وربع لكل كوب أرز، إذا هاد إذا كان النوع الإيطالي. هلأ بتركن على نار هاي العين الصغيرة عادي ما منوستها حتى ينخفض مستوى، شايفين مستوى المي، ونشوف الفقاعات على السطح. هلأ منخفف على الآخر النار ومتركن شي ربع ساعة لحتى يستوى. هلأ الصدر الدجاج مستوي، يعني دايب دوبان وهيك أطيب شي، مفروض يكون كتير مستوي وما بياخد كتير وقت، يعني أخد شي 3/4 ساعة. هلأ لأنه سخنين بنعملهم بالشوكي هيك شايفين دغري بيتفتتوا معانا،
ولازم لازم ما نطبق الطبخة غير لما نكون مجهزين السفرة، يعني كل شيء جاهز، شيء إنه تاخده الصينية أو البايركس أو الصحن اللي بدنا نقدم فيه الفتة، يعني دغري على الأكل، لأنه هاي إذا بردت ما أنا طيبة بصراحة. حطيت بمقلاي شي ملعقة أقل من ملعقة، شايفين ما أنا معرمة كتير من السمنة، وعندي هون شوي لوز، شرائح من اللوز منحمصهم بالأول حتى يتغير لونهم شوي، وآخر شي إذا بدنا نضيف صنوبر منحط صنوبر لأنه دغري بيحمر الصنوبر. هلأ بالصينية منحط هلأ الأول شي الخبز، شايفين الخبز كيف صار مش قر ومحمر؟ أنا رجعت غيرت رأيي، رجعت قلت بدي حط شي كبجاية مشان ما يكونوا ناشفين بالأسفل، رجعتهم الخبزات وحطيت كبجاية من الصوص الطحينية مشان ما يكون هيك ناشفين هيك لوحدهم بالأسفل. كمان ما منضيف كتير كتير مشان ما يتشتشوا، يضلوا مقرمشات الخبزات لما ناكلون. وفينا نضيف شي كبجاية وحدة من المرق الدجاج عليهم، تمام؟ إذن أنا عيني شايفين كيف عم نطبقهم سوا مشان يكونوا سخنين كلهم، يعني عم نطبق الصينية الأكلة وبنفس الوقت عم حمص على نار خفيفة طبعا هدوك مشان ما ينحرقوا. شايفين حطيت كبجاي وحدة من مرق الدجاج، كبجاي مانا كبيرة هاي، بحط كمان شي كبجاي من الصوص أو البدوي اللي عملناها. هلأ فينا كمان حط شي كم قطعة من اللحمة هون تحت الأرز، يعني هاي التطبيقة كل واحد مثل ما بده، فيكن دغري بعد الخبزة تحطوا الأرز ما تحطوا شي أبدا، بس هي بقى بتجي مرق، المهم الأرز وبعدين بيجي الصوص فوق، وهاي أهم شغلة يعني بالتطبيق إنه بيكون الأرز بعد الخبز وفوق بتجي قطع اللحمة. هلأ إذا ما بتكون يعني مو كل العيلة بدها تاكل، مثلا في شخص بده يجي المساء أو ابنه أو زوجة لصاحبة العيلة ليجي المساء، ما بتطبق كل الأكلة، بتخلي شوي على جناب من كل شيء، من البدوي ومن اللحمة ومن الأرز، وبتطبق بس الكمية اللي رح ياكلوها يعني هنون الأشخاص، تمام؟ شافن إذا وزعت كمية منيحة من اللحمة المسلوقة وبعدين بحط البدوي فوقهم، وبجيب كمان بحط كم قطعة دجاج على السطح. وهلأ شايفين على المقلاية على النار، يعني عم نحركها كل شوي وهي سخنة ونار وشاعلة، شايفين ومنرخي هدول المكسرات على السطح. إذن هيك لازم ناخدها سخنة كتير وأطيب شي هيك، لأنه بدنا ننتبه على قصة، لأنه البدوي هاي أو الصوص الطحينية اللي هاد بارد، فهو بده يبرد الطبخة شوي، فإذا كانت هي باردة الأرز بارد واللحمة باردة وكله بارد بتصير كلها باردة، فلذلك عم بقول إنه لازم نحضرها دغري وناخدها على طاولة الطعام. هاي هي وصفتي لليوم، إذا حبيتوا الوصفة بتمنى تدعموني بلايك أحبائي، وإلى اللقاء مع وصفات جديدة، وألف صحة وهنا مني، أنا هنا.